السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع الرابع لقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر، القسم المجمع بنين بنات أسيوط. النهاردة إن شاء الله السيمينار الرابع المجمع هيقدمه لنا الدكتور محمود بسيوني، وهو مدرس مساعد في قسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، وهيكلمنا النهارده ان شاء الله عن توبيك مهم جدا، وهو الدي مينراليزيشن اراوند اورثودونتيك براكتس. ودي الحاجه اللي اغلبنا بيشوفها، خاصه لما بيبقى فيه لونج ديوريشن اوف اورثودونتيك تريتمنت. فالنهارده هنشوف موضوع كويس جدا، علمي جدا، ونبدا ان شاء الله السيمينار. ونستاذنكم لو في اي تعليق يبقى في اخر السيمينار، ولو حد خايف ينسى التعليق يقدر يكتبه في الكومنتس بتاعت الميتنج. تمام، اتفضل يا دكتور محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. It's my honor to be one of the orthodontic department member in Azhar University Asyut branch, and with it's my pleasure to introduce this topic today and hope to find it useful and enjoy it. السلام عليكم جميعا. ليا كل الشرف والتقدير والاحترام لاساتذتي اللي موجودين معايا النهارده، ويسمحوا لي ان انا ابتدي السيمينار. Demineralization around orthodontic practice prepared by محمود بسيوني، assistant lecturer of orthodontic faculty of the oral and dental medicine in Azhar University Asyut branch under supervision of professor دكتور صالح انور صالح، professor of orthodontics faculty of dental medicine in Azhar University Asyut branch. Assistant Professor Dr. Mohammed Salem, Head of Orthodontic Department, Faculty of Dental Medicine in Azhar University, Asyut Branch. Dr. Wissam Gouda, Lecturer of Orthodontic, Faculty of Dental Medicine in Azhar University, Asyut Branch. Dr. Mustafa Dawaba, Lecturer of Orthodontics, Faculty of Dental Medicine in Azhar University, Asyut Branch. هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن الديمينراليزيشن. والديمينراليزيشن زي ما سبق الدكتور وسام قال لنا، هو موضوع مهم جدا، ريليتد جدا للاورثودونتيك تريتمنت. لو هنتكلم عن اول جول او اول مين للاورثودونتيك تريتمنت، كان اوفر ميني بينيفيت such as dental and facial aesthetic dental function a patient surface deep. يمكن كل الجول من الاورثودونتيك تريتمنت سواء كان فيكسد او ريموفابل، ان احنا نحقق dental and facial aesthetic والبيشنت سيلف استيم، ودول مهمين جدا. يمكن موضوع الديمينراليزيشن هو ليه علاقه اكتر بالفيكسد اورثودونتيك تريتمنت، والفيكسد اورثودونتيك تريتمنت برضو احنا مش كله البراكت سيستم اللي بنستخدمه فيه، في بعض الاجهزه ممكن نستخدمها كفيكسد اورثودونتيك تريتمنت، ولكن احنا ركزنا اكتر على البراكت سيستم، لان البراكت سيستم هو اكتر الحاجات من الابلاينس الاورثودونتيك ابلاينس او الفيكسد اورثودونتيك ابلاينس اللي بتقعد لونج ديوريشن مع البيشنت. وهنتكلم عن موضوع اللونج ديوريشن لانه فاكتور مهم جدا في موضوع الديمينراليزيشن اللي هنتكلم عليه. وطبعا عشان اوصل للمين جول للاورثودونتيك بيشنت، انا لازم احقق له استاتيك محترم جدا، ومش معقوله بعد ما اعمل ويل الاينمنت للسنان وانا بهتم بالميكانكس وبهتم بحاجات كتير جدا في الاورثو ابتدي اوصل بيه ان بعد ما عملت ويل الاينمنت اوف تيس الاقي السنان ابتدت كلها تبقى ديمينراليزد. وعشان كده رغم الفيفربل استاتيك اند فانكشنال اوت كام اوف اورثودونتيك تريتمنت، في نيجاتيف كونسيكونس مايت بي اوبزرفد ان بوث بريدونتال تيشو اند تيس سيرفيس. ولما بنيجي نتكلم عن الديمينراليزيشن، فايه اللي جاب موضوع البريدونتال تيشو في الموضوع؟ احنا بنتكلم دايما عن ديمينراليزيشن فاللوس اوف مينرال ذا هارد تيشو. هل هيبقى ليه علاقه بالبريدونتال تيشو؟ هو ليه علاقه قويه طبعا بالبريدونتال تيشو، وبعض النوفل ماتيريال او النوفل ديمينراليزنج توبيكال ايجنت ماتيريال ابتدت تتاثر ليها تاثير في الريبير للبريدونتال كونديشن. قبل ما ابتدي اتكلم عن الديمينراليزيشن والسيكونس بتاعها هيحصل ازاي، حبيت احط الصوره دي عشان لو احنا مش مهتمين بالموضوع كلينيكال، فانا هاجي في الاند اوف ذا تريتمنت بعد ما عملت ويل الاينمنت للسنان زي ما احنا شايفين، هلاقي مشاكل كبيره جدا، هلاقي منظر منه البريدونتال تيشو بقت طبعا بشكل غير استاتيك تماما. ويمكن هنا الاورثودونتس اللي كان بيتعامل مع الحاله دي هو اهتم جدا بالميكانكس، اهتم بان هو ويل الاينمنت اوف تيس، لكن هو
كان مش اوير بموضوع الديمينراليزيشن وايه اللي هيحصل في الاند ريزلت، خاصه لو عرفنا ان الموست ريسيرشز اكدت ان اثناء او ديورنج الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت ان الديمينراليزيشن بتحصل افتر 1 مانث، يعني افتر 1 مانث من الستارتنج الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت انا هبتدي في موضوع الديمينراليزيشن، وطبعا المنظر غير اكسبتابل تماما. وصوره ثانيه للديمينراليزيشن، يمكن الصوره اللي فاتت كانت سيفير فورم، ده يمكن مودريت فورم شويه من الديمينراليزيشن اراوند اورثودونتيك براكت افتر ديبوندنج اوف ذا براكت. نبتدي نعرف نتعامل ازاي مع الديمينراليزيشن، لازم نعرف ان الديمينراليزيشن دي بروسيس اوف اسينشال مينرال لوس كوزنج دنتال بروبلم. بنبتدي نشوفها دايما فين؟ دايما بنشوفها المور كومن في الفيشيال سيرفيس، وعشان كده قلنا هي ليها ريليشن اقوى بالبراكت، لان ممكن في فيكس دايما ابلاينس او اورثودونتيك ابلاينس بتتركب في البلاتال سايد، وده مش مون كومن او مون كومن سايد للديمينراليزيشن او الوايت سبوت ليجن. في بعض الاسنان بتبقى موست كومنلي افكتد زي المجزري لاترال انسايزور، زي المجزري كاناين اند المانديبولار فيمولر. احنا قلنا ان اللونج ديوريشن ده بيأثر جامد جدا، فالديمينراليزيشن بتطلع من نتيجه كومبلكس كيمستري بتوين البكتيريا زي ما احنا شايفين، والتوث ستراكشر طبعا بيأثر جدا في موضوع الديمينراليزيشن، والشوجر اللي هي الفيرمنتبل كربوهيدرات، والريسنت فاكتور اللي هم اضافوه على موضوع الديمينراليزيشن وده مهم جدا، قصه التايم او الفاكتور المهم التايم، قد ايه الكلام ده سواء البكتيريا سواء الشوجر قد ايه هيفضل في كونتاكت مع الاسنان عشان يبتدي في موضوع الديمينراليزيشن. بيبتدي موضوع الديمينراليزيشن، ومن اهم الحاجات فيه هي البي اتش او الاسيديتي بتاعه الاورال كافيتي. لما بتبتدي دي البي اتش دي بتقل عن 5.5 بيحصل بكتيريال بلاك اكيوميليشن، وطبعا من الحاجات اللي بتنكريز البكتيريال بلاك اكيوميليشن البراكت سيستم اللي هو الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت سبيشالي البراكت، وعشان كده احنا اهتمينا بيها اكتر. لما بيحصل بلاك بكتيريال اكيوميليشن بيبتدي يحصل فيرمنتال كربوهيدرات، الفيرمنتال كربوهيدرات بتبتدي تديني اورجانيك اسيد، الاورجانيك اسيد دي بتديفيوز انتو ذا انامل سيرفيس وتبتدي تعمل لي ديسولف للكالسيوم والفوسفيت مينرالز، ودي من اهم المينرالز اللي مسؤوله عن عمليه الديمينراليزيشن والريمينراليزيشن. زي ما احنا شفنا في اول صوره، عشان ما يبقاش الموضوع بس هو نظري، ان احنا لو سيبنا موضوع الديمينراليزيشن يستمر وما ابتديناش معاه بالعلاج هيبتدي يحصل لنا كافيتيشن في السنان. فانا مش بس بتكلم في استيتيك، انا بتكلم في فانكشن كمان، لان السنان كده هتبتدي تكون محتاجه ريستوريشن، وانا كده ابتديت اثر على الفانكشن بتاعه السنان. وعشان كده احنا بنقول لو الديمينراليزد سيرفيس ريمين انتاكت في بوسيبيليتي اوف ديمينراليزيشن اند ريفرسال اوف ذا ليجن. في السيفير كيسز بيبتدي يديني الفرانك كافيتيشن اللي احنا شفناه في الصوره من شويه. الديمينراليزيشن مش بس بيحصل في وجود الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت، لا، الاورال كافيتي هو عباره عن باتل فيلد بيحصل فيه عمليه ديمينراليزيشن وريمينراليزيشن. وما دام هو باتل فيلد فاحنا ممكن يبقى في واي يمشينا دايما نمشي بالبيشنت ناحيه ان الريشيو بتاعه الريمينراليزيشن تبقى عاليه والديمينراليزيشن تبقى اقل، فانا كده نجحت ان انا اوصل بالبيشنت او الاورثودونتيك بيشنت لجود استيتيك وجود الاينمنت اوف تيس. عشان كده واحنا بنقول ان في شويه فاكتور ممكن ازود بيها الريشيو بتاعه الريمينراليزيشن وامنع بيها زياده او الانكريز في الريشيو بتاعه الديمينراليزيشن. الباثولوجيكال فاكتور اللي لو ما اهتمتش بيها ابتدي اخلي ان الكيرس بالانس او الديمينراليزيشن يزيد، الاسيد بروديوسينج بكتيريا زي البلاك بكتيريا اللي احنا شفناها، السب نورمال سلايفا فلو اند فانكشن. وطبعا واحنا اثناء الاورثودونتيك تريتمنت الموضوع ان السليفري فلو يبقى نورمال او في سبسيكوينت سليفري فلو دي بتبقى مشكله معانا حتى في البوندنج، فاحنا لازم بنهتم بيها.
والفريكوينت ايتنج ودرينكينج اند فيرمنتال كربوهيدرات. وده بنبتدي احنا نحاول نمشي البيشنت على روتين اورال هيجين كنترول وبنحافظ على الكلام ده. فالبروتكتيف فاكتور ان انا اهتم دايما بالسلايفا فلو اند كومبوننت، وخاصه ان السلايفا فيها الفوسفيت وفيها الصوديوم ايون وفيها الكالسيوم، فانا بستخدمها مع الريمينرالايزنج توبيكال ايجنت بعد كده في اكستشينج، فانا يهمني ان السلايفا تبقى كميتها كويسه. الفلورايد ريمينرالايزنج توبيكال ايجنت، طبعا الفلورايد حاجه مشهوره جدا، واحنا وصلنا بالفلورايد من ناحيه الايفيدنس بيزد ان هو جولد ستاندرد. وعشان كده حتى لما ظهرت النوفل ماتيريال هم ما قدروش يلغوا الفلورايد او يشيلوه من الريمينراليزيشن كتوبيكال ايجنت، ولكن هم كانوا ابتدوا يسموه حاجه زي هيستوريكال لاين اوف تريتمنت، لان ابتدى يحصل ابديتنج جامد جدا في التوبيكال ايجنت. الانتي بكتيريال كولوكسيدين ماوس ووش والايودين، والجديد في الموضوع اللي هو الزيلتون. الزيلتون موجود بشكل كبير من الاول، لكن في الريسنت ريسيرش ابتدوا يستخدموه ان هو بينكريز الافكت بتاع التوبيكال ريمينرالايزنج ايجنت. ايه الزيلتون؟ عشان ممكن هو اسم غريب شويه عن الكولوكسيدين والحاجات دي. الزيلتون دايما الشوجر مشكلتنا ان هو بيحصل له فيرمنتيشن، فبيكون فيرمنتال كربوهيدرات. لا، الزيلوتول ده عباره عن شوجر الكحول. الشوجر الكحول ده نون فيرمنتابل كربوهيدرات، فما بيحصلوش فيرمنتيشن، فبيكسر لي السلسله او السلسله بتاعه الديمينراليزيشن اللي احنا شفناها هنا اللي هي الفيرمنتيشن بتاعه الكربوهيدرات، فبيمنع اورجانيك اسيد بروديوس او برودكشن. حبيت اوضح يعني كان الغرض من السيمينار اكتر، لان طبعا بالنسبه لاساتذتي الموضوع ده معروف طبعا جدا، لكن انا كنت حابب اوضح ان احنا نطلع من السيمينار ان انا ابتدي اشوف ان المواد اللي احنا هنتكلم عليها دي انا اقدر استخدمها كلينيكال، واقدر اخلي الاورثودونتست من بكره ينزل الماركت يمشي البيشنت بتاعه على روتين من اورال هايجين كنترول يحافظ له على الديمينراليزيشن دايما شغاله اثناء الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت. وده كانت صوره للام اي بيست هنتكلم عنه قدام، لكن صوره للتوث بيست هو موجود في الماركت كتير جدا اسمه كودومو، وهو يمكن بتاع اطفال عشان زي ما قلنا ان هو شوجر الكحول او فيرمنتابل او نون فيرمنتابل، فبنستخدمه في الاطفال، لكن هو في نسبه الزيلوتون كاكتيف انجريدينت، فده ممكن نستخدمه اثناء الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت. نبتدي نعرف بسرعه برضو الريمينراليزيشن بروسيس بتبتدي تحصل ازاي. الريمينراليزيشن بروسيس برينج باك الاسينشال مينرال انتو اور تيز، زي ما قلنا ان الاورال فلويدز زي السلايفا والبيوفيلم فلويد هاف كالسيوم والفوسفيت اند فلورايد ايون، وعشان كده احنا بنهتم جدا بالسليفري فلويد. بتبتدي نحصل ريمينراليزيشن بروسيس زي ما البي اتش ابتدت تعلى، بيحصل ديبوزيشن للكالسيوم والفوسفيت اند فلورايد ايون in the form of the fluoroapatite. هي more resistant للdissolution by organic acid. ويبتدي يكون لي growth of newly formed crystal. بيبتدي كريستال جديدة تتكون. الكريستال الجديدة اللي بتكون دي بتبتدي تعمل شكل جديد مع بعضها في شكل hexagonal outline. وده هنبينه قدام بدايجرام هيبين الموضوع ده كويس جدا، لان ده بيشتغل عليه النوفال ماتيريال بشكل كويس خالص، النوفال توبيكال ريمينرالايزنج ماتيريال طبعا. وزي ما احنا قلنا ان عمليه الديمينرالايزيشن والريمينرالايزيشن بتحصل ازاي، فهم لقوا ان البيست استراتيجي عشان الكيرز مانجمنت ونمنع الوايت سبوت ليجن ان هو يحصل، ان الريمينرالايزنج توبيكال ايجنت هي بتقدر توفر لي او تكسر الدايره اللي بتمشي فيها الديمينرالايزيشن ونطلع بيها للريشيو للريمينرالايزيشن، طبعا لسهوله استخدامها، لسهوله الابلكيشن بتاعتها، وللامكانيه للريبيتد ميثود ان انا استخدمها بكميه كافيه. في فرايتي اوف ريمينرالايزنج ايجنت زي الفلورايد وزي طبعا الكازين كالسيوم فوسفوبيبتايد والنوفامين، والحاجات دي تعتبر من النوفا ريمينرالايزنج توبيكال ايجنت اللي هنتكلم عنها.
عشان ابتدي اقول ايه الريكويرمنت او ايه المواد اللي انا هبتدي استخدمها في الاورال كافيتي عشان اعمل ريمينراليزيشن، لازم يكون ليها ايديال ريكويرمنت. الايديال ريكويرمنت ليها الديفيوز انتو سب سيرفيس كالسيوم اند فوسفيت انتو ذا سب سيرفيس. و هنتكلم عن الحته دي قدام شويه، لكن نذكرها ان الفلورايد كانت مشكلته شويه ان هو لما بيعمل ريمينراليزيشن بيعمل سوبرفيشال ريمينراليزيشن، بمعنى ان بيحصل ديبوزيشن للفلورايد في السوبرفيشال لاير، لكن لما يكون الديمينراليزيشن وصل لديب لاير لا الفلورايد ما بيوصلهاش. وده بيضرني في ايه؟ بيضرني ان الهاردنس بتاع السنه بيضعف جدا. طبعا ممكن يوصل لي فرانك كافيتيشن رغم ان انا عملت ريمينراليزيشن، بس هو للاسف للسوبرفيشال لير بس. ما دونت ديليفر ان اكسس كالسيوم دازنت فيفور كالكس فورميشن وورك ات ان اسيديك بي اتش. ودي نقطه مهمه جدا، لان طبعا من اهم الحاجات اللي بتبتدي لي السايكل بتاعه الديمينراليزيشن هي الاسيديك. والورك ان زيرو ستومك بيشنت لما يكون عندي مشكله في السلايفا في الاورثودونتك بيشنت. طبعا لازم نقول ان النوفال ماتيريال شو بينفيت اوفر ذا فلورايد، عشان الفلورايد هو جولد ستاندرد. كنا لازم نبتدي نتكلم عنه برده ونشوف شويه حاجات عشان نعرف حتى ان النوفال ماتيريال ابتدت تشتغل احسن منه في. هو موجود في اشكال كتير واحنا كلنا عارفينها، وموجود في الفارنش، وطبعا موجود في البوندنج ايجنت. في 3 ميكانيزم بيبتدي يشتغل بيهم الفلورايد، واللي هما انهبيتنج البكتيريال ميتابوليزم، انهبيتنج الديمينراليزيشن، انهانسنج الديمينراليزيشن. وحابب اقف عند الثلاثه دول واقول احنا ناقصنا كلمه هنبتدي نسمعها ونشوفها واحنا بنتكلم عن النوفال ماتيريال، اللي هي الريبير. يعني ميزه النوفال ماتيريال شويه عن الفلورايد ان بعد ما حصل اوريدي ديمينراليزد او وايت سبوت ليجن، هي تبتدي من قوتها او الباورفول بتاعها ان هي تبتدي تعمل ريمينراليزيشن للاوريدي حصل له ديمينراليزد ليجن. انهبيتنج بكتيريال ميتابوليزم بيبتدي يحصل اسيديوليتد فلورايد ايون بتكون في شكل فورم هيدروكسي فلورايد. الهيدروكسي فلورايد ده هيمنع ازاي البكتيريا من ان يحصل لها ميتابوليزم؟ بيبتدي يكروس او يبتدي يعدي السيل وول ممبرين بتاعه الكاريوجينيك بكتيريال سيل. داخل السيل دي بيحصل ديسوشيت واسيديفاينج للسيل، فبيعمل انهبيتنج للانزيم اكتيفيتي. بينهبت الديمينراليزيشن عن طريق برضو البي اتش، وبيبتدي ان هو الفلورايد ترافل into the subsurface area absorb the crystal surface of carbonated hydroxy apatite. الهيدروكسي apatite دي بتبقى أقوى من شوية كمان من الفلورو apatite في إنها dissolution by organic acid. وبي enhancing the remineralization process، وحي enhancing the remineralization عن طريق إن هو بيبتدي يرفع ال pH فوق 5.5. فبيبتدي يحصل deposition للكالسيوم والفوسفات، وبيبتدوا يأتراكت عشان يكونوا الكريستال استراكشر. عشان كده بيحصل ايه؟ ذيس 3 مينرال اللي هم اللي احنا قلنا عليهم الكالسيوم والفوسفيت والفلورايد، بيعملوا نيو كريستالاين استراكشر بين الهيدروكسي اباتايت والفلورو اباتايت، بيبقى مور ريزيستنت تو ذا اسيد. ورغم التسري ميكانيزم زي ما قلنا ان الفلورايد جولد ستاندرد، لكن احنا مش هنقدر نشيله، ولان هو جولد ستاندرد في الايفيدنس بيز. وعشان كده حتى النوفال ماتيريال هي بتستخدم الفلورايد معاها، او بيحصل لها اديشن للفلورايد عشان ينهانس الاكشن بتاعها. عشان كده في فرايتي اوف ريمينراليزنج توبيكال ايجنت يوزد تو ذا تريتمنت اوف وايت سبوت ليجن، زي الكازين فوسفوتايد امورفس كالسيوم فوسفيت، زي النوفامين، زي التراي كالسيوم فوسفيت اللي هنبتدي نتكلم عن كل واحد. الكازين فوسفوتايد امورفس كالسيوم فوسفيت ده بريدومينيت فوسفيت بروتين ان بوفاين ميلك اند اكونت فور الموست 80% اوف اتس توتال. البروتين اللي بيكونه الكازين فوسفوتايد هو 80% منه من البوفاين ميلك.
الكازين فوسفوبيبتايد هاز ابيليتي تو انكريز الليفل زي ما قلنا الكالسيوم والفوسفيت في الدنتال بلاك، وهو عن طريق معنى ان هو بيزود الكالسيوم والفوسفيت كونسنتريشن في الدنتال بلاك، هو ابتدى يشتغل او قادر ان هو يشتغل في الاسيديك ميديا، لان ما دام في دنتال بلاك يبقى في اسيد which could depress the demineralization process rise the remineralization process. دي صوره للام اي بيست. وعلى فكره برضو زي الزيليتول كده، زي ما وضحنا في الزيليتول ان انا ممكن استخدمه في الماركت بسهوله، الام اي بيست هو موجود في الماركت وموجود في شركه موجوده، يعني مش عارف انا ممكن اقول الاسم او ده مش مظبوط في سيمينار علمي، لكن هو موجود وموجوده داخل القاهره. مفيش اسامي علشان ما يبقاش ماركتنج يا دكتور محمود. تحت امر سعادتك. فالام اي بيست، ومن الصوره برضو اوضح حته صغيره ان في ام اي بيست الام اي بيست بلس. طب وهل في ام اي بيست بس؟ الفرق ما بينهم الاديشن اوف ذا فلورايد، يعني الام اي بيست بلس ده بالفلورايد، الام اي بيست ده من غير فلورايد. الريكالدنت دي الاكتيف انجريدينت اللي موجوده في الكازين فوسفوبتايد اند امورفس كالسيوم فوسفيت، وهو زي ما احنا قلنا ان هو موجود ام اي بيست والام اي بيست بلس، وكوميرشالي هو موجود في اليونايتد ستيت في الترايدنت. الميكانيزم اوف اكشن او الانتي كاريوجينيك ميكانيزم بتاعت الكازين فوسفوبيبتايد، يبتدي يعمل لوكاليزيشن من الكالسيوم والفوسفيت عند التو سيرفيس، مينتيننج الستيت بتاعت السوبر ساتوريشن للكالسيوم والفوسفيت دول، فبيبتدي يقلل الديمينراليزيشن. دكتور محمود بسيوني بعد اذنك، لو انت جنبك شباك مفتوح او حاجه عشان في صوت العربيات جنبك جامد، لو في شباك جنبك فاستاذنك تقفله عشان يبقى المكان هادي، عشان المايك، عشان في المونتاج بس بتبقى مشكله واحنا بنعمل يعني وانا بعمل دي نويز، فحاول يبقى المكان حواليك هادي. حاضر يا فندم، انا اسف بس عشان الشبكه تبقى كويسه وما يبقاش حصل تقطيع، يعني متاسف جدا طبعا. فهنكمل الكلام عن الكازين فوسفوبيبتايد. فزي ما قلنا ان هو بيديكريز الديمينراليزيشن ديورنج الكاريوجينيك تشالنج. الكازين فوسفوبيبتايد زي ما قلنا احنا بنستخدمه، او من الباورفول بتاعته ان احنا بنستخدمه الكيرز في الهاي كيرز بيشنت، ريديوس الدنتال اروجن في الجاستريك ريفلكس، وطبعا في الديكالسيفيكيشن اثناء الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت. وهنا ابتدينا نشوف الكلمه اللي احنا ما كناش بنشوفها في الميكانيزم اوف اكشن اوف فلورايد، اللي هي الريبير، تو ريبير الانامل ان كيس انفولفينج الوايت سبوت ليجن. الاورثودونتيك ديكالسيفيكيشن او الفلوروسيس بيفور اند افتر ديسنسيتايزنج اوف تيس. نتكلم عن الماده الثانيه وهي موست باورفول توبيكال ريمينرالايزنج ماتيريال فعلا، هي النوفامين. والنوفامين ده تريد نيم بتاعت الكالسيوم صوديوم فوسفوسيليكيت بايو اكتيف جلاسز. الاليمنت اللي بتكون النوفامين كلها هي كلها نورمال، فهي بتتكون من كالسيوم فوسفرس صوديوم اند سيليكون. دي صوره للنوفامين، واحنا الحمد لله اشتغلنا عليه وكنا يعني يمكن لينا شغل عليه كويس قوي في عندنا في جامعه الازهر في طب اسنان اسيوط. وهو ماده باورفول جدا، ودي صوره طبيعيه ليه. بيعمل ايه النوفامين؟ وزي ما قلنا برضو انا بكرر ان كل ماده من المواد دي نبتدي نسمع فيها كلمه الريبير. فبيكون بيعمل ريبير للسيرفس ليجن عن طريق بايو ميميتيك هيدروكسي كربونات اباتايت في الدنتين اند انامل سيرفيس. ريديوسر سنسيتيفيتي عن طريق ان هو بيعمل اوكلود للدنتينال توبيول. والباورفول بيبان قوي في النوفامين في الحته اللي احنا كنا اتكلمنا عليها تقريبا في الثاني او ثالث سلايد، ان الجينجيفال هيلز، هل هقدر ابتدي استخدم الماتيريال دي ان هي تحسن لي البريدونتال كونديشن؟ ودي حاجه بتهمنا لان احنا كتير بنعمل جينجيفال ريكونتورنج حتى لو ما فيش ديمينراليزيشن لاي سبب من الاسباب، زي تو سبستيتيوشن، اي حاجه من الاسباب اللي احنا بنستخدمها اثناء الاورثودونتيك او الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت. فهو بيعمل امبروف للجينجيفال هيلز انتي مايكروبيال بروبرتيز وانتي انفلاماتوري بروبرتيز، فبيقلل الجينجيفايتس.
as the reaction with deposition بتاعت الكالسيوم والفوسفيت كومبلكس اللاير دي بيحصل لها كريستالايز انتو هيدروكسي كربونات اباتايت كيميكالي اند ستراكشرلي سيميلر تو بيولوجيكال اباتايت. ده بيبقى يوسفول جدا في التريتنج بتاعت الديمينرايزنج دوس ستراكشر. يمكن احنا اتكلمنا عن الزيلوتول وقلنا ان هي متاحه في الماركت، اتكلمنا عن الام اي بيست وقلنا متاحه جدا في الماركت. النوفامين يمكن الماده الوحيده اللي مش متاحه شويه، هي موجوده بتبقى موجوده في الدول العربيه بس مش بتركيز عالي لان هي بتنتج عن طريق شركه سنسوداين، لكن هي موجوده في امريكا بس. في امريكا في اليونايتد ستيت برضو عشان نبتدي نصرفها من الصيدليه هي لازم بريسكريبشن من دكتور لان هم بيعتبروها بروفيشنال يوز. الميكانيزم اوف اكشن وده هنوضح فيه الهكساجنال شيب اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الاول. الستيب 1 النوفامين ميكانيزم اوف اكشن، ستيب 1 بيعمل بي اتش اليفيشن. فانه بيعمل ازاي بي اتش اليفيشن؟ هو بيبتدي يعمل رياكت للصوديوم ايون فبيبتدي يريليز ويليفيتنج البي اتش انتو ذا رينج اسينشال فور فور هيدروكسي كربونات اباتايت فورميشن، بيسمح لللاير انها تتكون اللي هي المور ريزيستنت تو ذا اسيد اتاك. بيبتدي يحصل مينرال ريليز للكالسيوم والفوسفورس ايون ويبتدي يحصل لهم ساتوريتنج في السلايفا اللي انا كنت مهتم بيها في الاول ان هي تبقى نورمال فلو اوف سلايفا عشان يبتدي يعمل الريمينراليزيشن. الصوديوم والكالسيوم ايون بيبتدوا يعملوا اوفر هول للبكتيريال سيل ابيليتي فبيبتدوا يعملوا حاجه اسمها لايسيس للهارمفول بكتيريا في الاورال كافيتي. ستيب 4 كريستال بيلدينج الديمينراليزيشن اتراكت الكالسيوم والفوسفات ايون عشان يبتدي يعمل نيو بيلدينج للهيدروكسي كربونات اباتايت. وده تقريبا باين عندنا في الشكل اللي انا موري عليه السهم ده ان هو بيبتدي يكون هيكساجونال اوت شيب او اوت لاين. في كلمه بس مش عايزين نعديها من السلايد دي، فروم ذا بوتوم اب، ودي الميزه اللي احنا قلنا ديفكت كبير في الفلورايد ان هو بيبتدي يعمل سوبرفيشال ريمينراليزيشن لكن البوتوم تحت لكن البيز ما بيحصلهاش ريمينراليزيشن. وعشان كده النوفامين بيعتبر باورفول توبيكال ريمينراليزنج ايجنت لان هو بيشتغل من البوتوم لفوق. من الحاجات الكويسه جدا او القويه جدا في النوفامين ان هو بيبتدي او بيفضل على تو سيرفيس لمده 7 ايام عشان يفضل كونتينيوينج ريليز الصوديوم والكالسيوم اند فوسفورس ايون تو مينتين الاليفيتد اوف بي اتش وطبعا فوستر الريمينراليزيشن. الماده الثالثه اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي التراي كالسيوم فوسفيت. والتراي كالسيوم فوسفيت انتروديوسد عن طريق او باي 3M. التراي كالسيوم فوسفيت بيبقى في شكل الاول نون فانكشناليزد تراي كالسيوم فوسفيت. بيبتدي يحصل له حاجه اسمها اكتيفيشن ببول ميلينج. البول دي بتتكون من اورجانيك او سامبل اورجانيك انجريدينت. حته الميكانيزم او الاكتيفيشن بتاعه التراي كالسيوم فوسفيت دي بتدي له ميزه جدا ان احنا واحنا اثناء استخدامه كتوبيكال ايجنت في الاورال كافيتي ممكن كل شويه نعمل له اكتيفيشن باورجانيك ماتيريال لان هو في سايت بيفضل نون اكتيف فكل شويه ممكن يحصل له اكتيفيشن. دي صوره للتراي كالسيوم فوسفيت وهو دي صور كتير لكن دي وايت فارنش ومتاحه جدا ان احنا في الماركت نقدر نجيبها. معروف الفارنش بنستخدمه كتير ويعني ده متاح جدا ان احنا نستخدمه. ليه تراي كالسيوم فوسفيت سيلكتد اوفر ذا كالسيوم فوسفيت سيستم؟ كل واحد طبعا بيشتغل بيبقى ليه ميزه. هو بايو كومباتبل بايو اكتف في الاورال كافيتي زي ما قلنا. هو كونتين سايت اللي بداخلها كان بي اكتيفيتد ويز سمبل اورجانيك مولكيول. ومن قوه الفانكشناليز تراي كالسيوم فوسفيت ان هو بروديوس سترونج اسيد ريزيستنت مينرال نيوكليشن حتى بلو ليفل بكميه بسيطه منه جدا. في اخر 2010 شركه 3M سيفرال بيتنت ويز فلورايد فارنش فورميوليشن كونتيننج تراي كالسيوم فوسفيت.
بيبتدي يشتغل عن طريق الهيدروليسيس اوف فوسفيت اور اذر سوليد كود ريزلت انفورميشن اوف كالسيوم هيدروكسي ابيتايت. الهيدروليسيس اند فورميشن بتاعه الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت بتبقى اكسلريتد في بريزنس اوف صوديوم اند فلورايد ايون، ودي اللي موجوده عندنا في السلايفا. فبيبتدي هيدروكسي بتبتدي الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت tend to have a greater uptake to the fluoride than conventional hydroxy apatite. الفانكشناليزد تراي كالسيوم فوسفيت طبعا بيبقى ليه مميزات كبيره جدا في الفلورايد ابتيك اوف ذا انامل. بعد ما عرفنا الديمينراليزيشن والريمينراليزيشن بتحصل ازاي، اتكلمنا عن النوفل ماتيريال وان هي ريبير اوريدي ديمينراليزد سيرفيس او ديمينراليزد ليجن. طيب انا وعرفنا ان هي موجوده في الماركت، طيب انا ابتدي اخلي البيشنت بتاعي يستخدمه ازاي؟ يعني ايه البيشنت انستراكشن؟ During the treatment period the patient receives detailed verbal and written oral hygiene instruction to brush three times daily with dentifrices provided to them. وفي النقطه دي يمكن شويه من لما بنعمل ريسيرشز في الموضوع الديمينراليزيشن شويه من الويك بوينت في الريسيرشز ان هي بتعتمد على البيشنت او الكوبريشن بتاع البيشنت، وانا بحاول اوفر كوم المشكله دي واحنا بنعمل ريسيرشز ان احنا ممكن نعمل ريسيرشز للونج تايم عشان اقدر اختبر الماتيريال دي لفتره اطول، وابتدي ادي زي ما قلنا فيربال وريتن اورال هيجين انستراكشن قويه جدا. بنبتدي نعمل براشنج للتوبيكال ايجنت از اول من 4 او من 4 تو 7 مينتس، وبندي انستراكشن للبيشنت ان هو نوت ايت اور درينك ويزن 30 مينت ليتر بعد الابلكيشن للتوبيكال ايجنت. لما نبتدي نتكلمنا عن الريمينالايزنج توبيكال ايجنت وهي ازاي بتحصل وازاي بتشتغل، انا هبقى محتاج اعمل، وهي يمكن الحته دي انا ما طولتش فيها قوي او نزلت فيها صور هكلم حضراتكم عليها، ان انا ازاي ابتدي اعمل ايفالويشن للريمينالايزنج ماتيريال. قبل ما اعمل ايفالويشن للريمينالايزنج ماتيريال، هو كان في الريسيرشز اللي بتتكلم عن الديمينالايزيشن كان دي نقطه اشار ليها في السيمينار اللي قبلي طبعا اللي كان هايل من زمايلي اللي في طب اسنان بنات عن الايفيدنس بيست، وكنا بنتكلم عن موضوع الاكتف كنترول والباسف كنترول، وكان استاذنا طبعا استاذ الدكتور اشرف كان نبه عن موضوع الاكتف كنترول والباسف كنترول. فاثناء الريسيرشز للديمينراليزيشن كايفيدنس بيست ان انا المفروض ما يبقاش عندي كنترول جروب، بقدر اعمل لها ايفالويشن اكتر عن طريق كومباريزون ما بين ريمينراليزنج ماتيريال وريمينراليزنج ماتيريال، فانا بعمل كومباريتيف ستادي. لكن ان انا اخد قرار ان انا ما اخليش اورثودونتيك بيشنت يستخدم ريمينراليزنج ماتيريال، فانا هفوت عليه الفرصه، فرصه العلاج زي ما قلنا، او فرصه ان انا اوصل لجود تريتمنت بلان. دي هتحصل خاصة ان احنا زي ما اتفقنا ان الاورثودونت او الديمينراليزيشن بتحصل خلال 1 مانث افتر فيكسد اورثودونتك تريتمنت بيجيننج. فدي نقطة مهمة ان احنا في الريسنت ريسيرش كلهم شغالين ان ما فيش حاجة اسمها كنترول جروب اثناء الايفالويشن بتاعة الريمينراليزنج ماتيريال. بنبتدي نعمل ايفالويشن للريمينراليزنج ماتيريال، وكان قبل كده بيعملوا ايفالويشن اكتر في شكل انفيترو ستادي. ليه انفيترو ستادي او خارج الاورال كافيتي؟ عشان كان صعوبه الحاجات اللي بتقيس الريمينراليزيشن والاجهزه بتاعتها. انا ابتديت بالجهاز اللي هو اللي احنا شايفينه ده اسمه ايدكس، وطبعا بما ان احنا جامعه الازهر فالجهاز ده برضو داخل جامعه الازهر في الفطريات في مركز الفطريات، وده جنب كليه طب اسنان. انرجي ديسبيرسيف اكس راي اناليسيس، وده بيبتدي ايفالويت كميه المينرال اللي موجوده جوه التوث ستراكشر، وبنبتدي بيه نشتغل ده كتي زيرو قبل ما نبتدي الفيكسد اورثودونتك تريتمنت، وبنعمل ابلكيشن للماتيريال. وطبعا لصعوبه الابلكيشن بتاعه الجهاز فاحنا بنضطر ان اكستراكت
نعمل اكستراكشن في حالات الاكستراكشن، ونبتدي نتوس ستراكشر نعرضها للجهاز ده ونختبرها تحت الجهاز ده. فبنختبرها ازاي؟ فبنبتدي نعمل حاجه اسمها في اتش سايكلينج للسنان المخلوعه او الاكستراكتد تيس، عشان نعمل انفايرومنت شبه الانفايرومنت اللي موجوده في الاورال كافيتي. ودي كانت ويك بوينت شويه، لان رغم ان احنا بنعمل بي اتش سايكلينج وكل حاجه، لكن انا اوريدي ما اختبرتش الماتيريال او الريمينرايزنج ماتيريال في اورال كافيتي حقيقيه، ولكن كنا بنوصل بيه كميه المينرال وبنقدر نحدد بيه الريمينرايزنج ماتيريال دي افكتيف ولا نون افكتيف. الجهاز الثاني اللي كنا بنعمل بيه ايفالويشن برضو للريمينرايزنج ماتيريال هو جهاز اسمه المايكرو هاردنس. والمايكرو هاردنس ده شويه الجهاز اللي هو يعني هنقول ان هو ابتدى يظهر عيوب الفلورايد، لان هو بيشتغل عن طريق ان احنا بنحط الاكستراكتد توز برضو. وانا مصمم على الكلمه دي، لان احنا هنخش في حكايه ايفالويشن في الاورال كافيتي، ده جزء من شغلنا ان شاء الله. يعني ده شويه اللي اظهر عيوب الفلورايد، لان ده بيشتغل عن طريق اندنتيشن بتنزل على السنان، فبيبين كميه الهاردنس اللي حصلت في السنه اثناء الابلكيشن للريمينرالايزنج توبيكال ايجنت. وده موجود برضو عندنا في جامعه الازهر، ولينا الفخر لان احنا انا حابب اقول الاجهزه اللي موجوده عندنا او اللي احنا تحت ايدينا، عشان الريسيرشز في الموضوع دي ما بتخلص، فاحنا قادرين نعمل ريسيرش قويه في حاجه زي كده. لما كان دايما شغل الديمينراليزيشن بيحصل في انفيترو ستادي، وكانوا ساعات بيعتبروها ان لو سيبنا البري مولر في حالات الاندكيشن اكستراكشن اوف ذا بري مولر، بيسيبوا البري مولر لمده 3 شهور وبيعملوا له اكستراكشن بعد كده، ويبتدوا ينقلوه في نورمال ميديوم عشان يحافظوا على الديمينراليزيشن والريمينراليزيشن اللي حصل اثناء الثلاث شهور او اثناء فتره التجربه، ويبتدوا يعرضوه للاجهزه اللي من بره. فدي كانت تعتبر ويك بوينت برضو جدا في الريسيرشز، لان انا برضو خرجت بره الاورال كافيتي وده مش النورمال انفايرومنت. فابتدوا يفكروا ازاي ان احنا نعمل ايفالويشن للريمينرالايزنج ماتيريال وزن الاورال كافيتي. في بروسنت ميثود كان اولها او بدايتها عمليه الفيسيولايزيشن، ان انا اشوف بعينيا، وطبعا دي كانت حاجه ما فيهاش اي نوع من انواع الاستاندردايزيشن شويه لانها بتختلف. فكانوا عايزين يوصلوا لطرق ان احنا نعمل ايفالويشن للتوبيكال ايجنت عن طريق الاورال كافيتي. ومن الحاجات الريسنت والحمد لله برضو احنا مستخدمينها عندنا في جامعه الازهر، يو اس بي ديجيتال مايكروسكوب اللي احنا شايفينه قدامنا. وده من الحاجات اللي بتبتدي تعمل ايفالويشن للريمينرالايزنج ماتيريال وزن الاورال كافيتي. بيبتدي يشتغل ازاي؟ هو بيبتدي ياخد طبعا اي من الحاجات برضو اللي بتعمل ايفالويشن زي الكاميرا والكانون والحاجات اللي زي كده، بس ببيكسل معين. فطبعا اليو اس بي ديجيتال مايكروسكوب ده البيكسل بتاعته عاليه جدا، زي ما احنا شايفين في الكومبوزيشن بتاعه، هو فيه 8 ليد لايت بيبتدي يوفر لي او يثبت لي اللايت اللي انا بستخدمه اثناء الايفالويشن بتاعه الماتيريال، وده جزء من اجزاء الاستاندردايزيشن واحنا بناخد الصوره. ليه شكل محدد وابعاد محدده، فانا الجهاز اللي بصور بيه برضو يكون ان هو ليه ابعاد محدده وبحطه على مسافه معينه من البيشنت، ده جزء من الاستاندردايزيشن، وده بيدي سترونج ايفيدنس للتجربه اللي انا بشتغل بيها. فبيبتدي يتوصل باللابتوب ويبتدي ياخد صور ببيكسل عاليه جدا. الصور دي بيبتدي يحصل لها اناليسيس على جهاز او على سيستم معين او على بروجرام معين، بيبتدي يعمل لي يبين لي الكالر تشينج او كالر اناليسيس اللي حصل اثناء التوبيكال ايجنت الابلكيشن بتاعه الريمينرالايزنج توبيكال ايجنت. وطبعا دي ميثود ريسنت جدا وكويسه جدا ان انا ابتدي اعمل ايفالويشن، خاصة ان انا اقدر اعمل evaluation للريمينراليزنج وزن normal oral cavity environment. دي اول حاجة. الميزة الاكبر بقى for long period، وكان دايما بنعمل evaluation لمدة 3 شهور بحد اقصى، ودي حقيقة. وحتى في الريسنت ريسيرش
كانوا بيعملوا ايفالويشن لحد 2016 و17 دايما لثلاث شهور وفترات قصيره. لا احنا قدرنا نعمل ايفالويشن لمده سنه ولمده 9 شهور واكتر من كده كمان لسهوله استخدام الجهاز اللي بنعمل بيه اللي هو اليو اس بي ديجيتال مايكروسكوب. بشكر حضراتكم جدا، يعني لسعه صدركم ليا وللشرف الكبير ان انا اقدم موضوع زي الديمينراليزيشن. حاولت ان انا اوصل فيه فكرتي بسهوله، لو في اي تقصير فهو مني، لو في اي شيء كويس فهو من توجيهات اساتذتي ليا. الف شكر. شكرا دكتور محمود بسيوني، بشكر حضرتك جدا، والسيمينار كان جميل والتقديم كان رائع، وبنفتح باب المناقشه لو في حد من اساتذتنا حابب يناقش. خلي يا محمود بعد اذنك، خلي الصوره بتاعه السيمينار بتاعك، يعني خلي على اي صوره كده، صوره الجهاز او اي حاجه، عشان بس في ماشي خليها كده تمام، عشان تفضل بس في المونتاج يبقى في صوره موجوده. لو حد من اساتذتنا حابب يسال يتفضل، او اي حد من زمايلنا او من الطلبه، في حد عنده اي سؤال؟ بتقول حاجه يا محمود بسيوني؟ ايوه يا فندم، كنت حابب اوجه، يعني انا في كلمه حابب اقولها سواء قبل الاسئله او بعد الاسئله، بس حضرتك تسمح لي الكلمه. طيب اتفضل يا محمود، هو ما حدش لسه سال، اتفضل. هو فندم طبعا يعني من فخامه او من شرف ليا ان انا موجود في جامعه زي كده، في اساتذتي وفي اساتذه التقويم الكبار زي الاستاذ الدكتور عزت برجات، زي الاستاذ الدكتور سمير عبده، زي الاستاذ الدكتور اشرف. انا ليا الشرف ان انا اكون موجود معاهم. طبعا في الاول بشكر استاذي ودكتوري الاستاذ الدكتور محمد سالم ان هو فعلا هو البايونير للفكره دي. اشكره جدا ان هو وفر لي فرصه ان انا اقدم سيمينار قدام اساتذه ليا. انا شفت اساتذتي بيشكروا اساتذتهم، فليا الشرف ان انا اشكر الدكتور محمد سالم، ليه فضل كبير علينا، وبدون اي نفاق او بدون اي رياء هو ليه فضل على بيوتنا احنا كمان، لان هو ساعدنا في حاجات كتير جدا. بشكر استاذي ومعلمي، ولو تسمحوا لي اقول ان هو يعني حبيبي الاستاذ الدكتور صالح انور صالح. الف شكر يا فندم، لان هو كان معايا في فكره الديمينراليزيشن وشجعني عليها كتير. بشكر حضرتك يا دكتور وسام، ان حضرتك علمتني كتير قوي حقيقه في موضوع السوشيال ميديا وفي موضوع الاونلاين. فعلا تعبت معانا كتير، ما رفعتش سماعه التليفون على حضرتك في يوم وانا كان في تقصير من ناحيتي في الموضوع السوشيال ده. ما حضرتك ما قصرتش معانا. دكتور وسام للناس اللي موجوده معانا، هو ممكن يديك اوردر بس هو في نفس الوقت هو ظهرك فعلا. يعني الف شكر يا دكتور وسام، شكرا لحضراتكم، شكرا للدكتور مصطفى مجدي، شكرا للدكتور مصطفى والدوابه، شكرا لكل قسم تقويم اسنان اسيوط. الف شكر يا فندم. شكرا يا دكتور محمود، وطبعا يعني الشكر لاساتذتنا ده واجب، ومن علمني حرفا، مش هنقول سرت له عبدا، من علمني حرفا ازددت له ادبا. فبنشكرك يا محمود، والسيمينار كان جميل، وبنفتح باب المناقشه لو في اي حد من اساتذتنا او من زمايلنا او من الطلاب طلبه الدراسات العليا يحب يسأل ممكن يرفع إيده. لو مفيش حد عنده أسئلة هنكتفي بالقدر ده النهاردة. ففي حد عنده أي أسئلة؟ وعليكم. هو أنا مش عارف أرفع إيدي، معلش. أنا دكتور أبو بكر. دكتور أبو بكر معانا؟ أنا مش عارف أرفع إيدي والله، لو في حد عايز يتكلم قبلي اتفضل. لا مفيش مشكلة، هو بص بترفع إيدك من الهند اللي مرسومة قدامك أو من النقط، مفيش مشكلة. اتفضل يا دكتور ابو بكر. خلاص انا بس عايز اقول سؤال لبعض اساتذتي، لو حد عايز يتكلم يعني اتفضل طبعا قبلية طبعا. اتفضل يا دكتور ابو بكر. ماشي، بس كنت هضيف بس حاجه. هو الفلورايد في منه هاي كونسنتريشن والريجولر او نورمال كونسنتريشن. يعني فالهاي كونسنتريشن هو اللي بيعمل مينراليزيشن للسيرفيس لاير، وبالتالي ما بيعملش مينراليزيشن للسب سيرفيس
اللير. اما هو بيقوله لما نخلص تقويم والوايت سبوت ليجن دي تبقى اكتيف نوت اريستد. اكتيف يعني ممكن نلاقي السيرفيس بتاعها بيبقى بيتد او ضل شويه كده، فده معناها اللي انا اقدر اوصل للسب سيرفيس لير، سواء بالنوفل ماتيريال اللي الدكتور محمود قالها، تسلم ايده طبعا على السيمينار، او اللي انا استخدم ريجولر هوم كير او بلو فلورايد. ايه لو اللي هو الريجولر فلورايد ابلكيشن زي اللي في التوث بيست العادي يعني. اما ما استخدمش الهاي فلورايد كونسنتريشن، الهاي فلورايد كونسنتريشن ده تقريبا بيبقى فيه 5000 بارت بير مليون، بيبقى التركيز بتاعه 5000 بارت بير مليون، اما اللي هو الريجولر العادي ده 500 بارت بير مليون. تمام. والام اي بيست بلس ده فيه 900 بارت بير مليون فلورايد. فقال لو انا الوايت سبوت ليجن ده في سيرفيس يكون اكسبوزد زي مثلا ليبيال سيرفيس او باكال سيرفيس او كده، فساعتها ايه ما استخدمش هاي فلورايد كونسنتريشن يعني. اما قالوا لو هو في سيرفيس مش اكسبوزد ممكن استخدم هاي ايه فلورايد كونسنتريشن، وساعتها هيبقى ناحيه الاستاتكس مش ايه مش مطلوبه يعني. دي حاجه. اما لو انا بقى عندي الليجن خلاص بقى ريستد يعني السيرفيس لاير دي حصل لها خلاص ريدي مينراليزيشن، فانا ساعتها بقى ممكن في ناس ساعات بيستخدموا اسيد اتش، او ممكن يعملوا ابريجن للسيرفيس. وممكن في بقى طريقه ثالثه، فيها طريقه بقى اللي هو الايكون، برضو كانت حاجه الايكون اللي هو هاي اللي هو الايكون اللي هو unfilled resin high penetrable بيحصل penetration بدرجه عاليه، وليه اللي هو الكيت بتاعته واللي هو الميثودز بتاعت الابلكيشن بتاعه. قصدك عشان الاستاتكس يعني كحاجه تجميليه بعد كده لو الوايت سبوت ليجنز ثابت اثر يعني. يعني الوايت سبوت ليجن دي لو بقى السيرفيس بتاعها بقى سموث وشايني معناها اللي حصل. وليه ما خدناش الفينيرز من ضمن الحلول يعني؟ انا بتكلم من ضمن الحلول. انا بتكلم لما يبقى شايني يعني بيبقى حصل مينراليزيشن للسيرفيس، فبالتالي انا عايز اوصل للسب سيرفيس لير، فممكن اوصل بيها سواء ام باسيد اتش سواء بالايكون ده برضو فيه اسيد اتش يعني. ودي من ضمن الحلول. والف شكر، سيمينار رائع يعني. دي كانت اضافه بس صغيره. شكرا جزيلا دكتور ابو بكر. وانا ملاحظ ان انت اتكلمت ودكتور محمود اتكلم ومحدش كلمنا عن التوكسيستي اوف فلورايد او فلورايد توكسيستي. تمام. وطبعا احنا بنتكلم يعني عشان لو في ولد في حد صغير، لو بيشنت سنه صغير فعلا ممكن. ان احنا طبعا عارفين ان الفلورايد توكسيستي دي من الحاجات الخطيره جدا، وان لو الاطفال ابتدوا يستخدموا من سن صغير قبل سن 7 سنين التوث بيستس اللي فيها هاي كونسنتريشن اوف فلورايد، ده مع الوقت بيعمل فلورايد توكسيستي وبيبقى ليه مشاكل كتير. فدي طبعا حاجه تنويه يعني الحاجه مش على اطلاقها كويسه، الاعتدال والريجولر كونسنتريشن. في حد من اساتذتنا عنده اي سؤال؟ السلام عليكم دكتور وسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا دكتور فاروق اتفضل يا فندم. انا حساس ان انا مش شايف حد من اساتذتي يعني بدا يتكلم، فانا يعني مش هاخد وقت كتير. اولا بشكر دكتور محمود بسيوني على السيمينار الجميل السريع، والحقيقه يعني انا عايز اسال سؤالين يعني، ولو كانوا اكتر من سؤالين سامحوني يعني، بس هم سريعا ان شاء الله. اتفضل يا فندم. عنوان السيمينار ديمينالايزيشن اوف اورثودونتيك براكتس. انا كان تخيلي ان هاو تو افويد اند هاو تو تريت، انا لقيت معظم الكلام على الريمالايزيشن. فانا بس الدكتور محمود مبدئيا، هو حضرتك تشتغل في الموضوع ده هو اكشوالي دلوقتي يا دكتور محمود يعني ده شغل ريسيرش بتاعك؟ انا قافل عليه المايك، ثواني هفتحه. يا دكتور محمود بسيوني المايك عندك مقفول، انا هفتحه لك حالا. ايوه اتفضل جاي. بعد اذنك نزل المربع الاسود لتحت واعمل الصفحه فول سكرين. ليا شرف يا فندم تعالي ساعتك وانا شغال عليها يا فندم. طيب حضرتك قلت في النص كده، قلت ان انا جبت سيره الاكتف كنترول والباسيف كنترول ويعني حاجه من هذا القبيل يعني.
معلش، هو الكابت اللي احنا بنتكلم فيه ده حضرتك انت تعمل له ستاندرزيشن ازاي جوه الاورال كابت؟ يعني سي ان انا بختبر اي ماتيريال من اللي انت عرضتهم، واعتقد ان هم يعني ده سؤال تاني بس يعني هاجله، اعتقد ان يعني فيها جزء ماركتنج يعني. طب احنا دول الماتيريالز دي اكشوالي موجوده في الماركت مش كده؟ هل حد اشتغل عليهم كلينيكال راندمايزد كلينيكال ترايلز؟ طبعا يا فندم، الام اي بيست الكافيين فوسفوفايد امورفاس كالسيوم فوسفات عليه ريسيرش كتير وعليه فاير كتير، النوفامين اشتغلوا عليه كتير. الكونكلوجن بتاع الكلام ده ايه بقى؟ الكونكلوجن بتاع الكلام ده النوفامين بمعنى ايه يا دكتور محمود؟ يعني انت التوس بيست العادي بتاعنا اللي موجود في الماركت مكتوب عليه كافيتي فايتر، هل انت متخيل ان كل الناس بتستعمل توس بيست يعني ما عندهاش كيرز؟ لا ما اعتقدش طبعا. لا طبعا يا فندم عندها. انا بس من بدايه من جزئيه ان حضرتك بتقارن ماتيريالز بتعمل ريمينالايزيشن، انا اولا بعدت عن الديمينالايزيشن اصلا، يعني بعدت عن جزء السيمينار، لكن خليني اتكلم في جزئيه النيه اوف كلينيكال فاليو. احنا عندنا انت حضرتك قلت تقريبا ثلاث ماتيريالز او اكتر مش فاكر، هل الناس اشتغلت عليهم راندمايز كلينيكال ترايل ووصلوا لايفيدنس بصوره ما بيقول ان ده احسن من ده، او ده يعني هو سبورتنج اي فيو من الكونفليكت اللي موجود في الشغلانه دي؟ هو فندم كايفيدنس بيزد نهائي لا، هو ما حدش وصل لايفيدنس بيز، بس هو دايما بيحصل كومباريتيف ستادي. طبعا النقطه المهمه اللي سعادتك نوهت عنها موضوع الستاندرديزيشن في الموضوع ده، وهو فعلا موضوع ويك بوينت في الموضوع ده جدا بالنسبه لكل الريسيرشز، لان هم كلهم كانوا بينتقدوا في النقطه دي، نقطه مهمه جدا اللي سعادتك قلت عليها. فعشان كده كان كل الريسيرشز بتحاول تعمل ستاندرديزيشن للبيشنت جروب اكوردنج تو لكل الريسيرش نفسه، يعني بيبتدي يحط ديتيلز معينه زي ما قلت لسعادتك طبعا، على اساس لايت معين في ضوء معين في وقت معين في بوزيشن ثابت لكل البيشنت جروب، بحيث ان هو يحاول يعمل ستاندرديزيشن ثابته للموضوع ده. لكن هو ان هو مثلا يبقى في ستاندرديزيشن زي ان المسافه بتاعه البانوراما مثلا 5 فيت او حاجه زي كده، هو مفيش حاجه زي كده موجوده او مواصفات معينه لازم امشي عليها. وبالتالي انا ما اقدرش اوصل كونكلوجن اللي حضرتك قلته بمنتهى القوه اللي انت قلته ده، ان انا عندي ماتيريالز بتعمل ريمينالايزيشن وهي فيفرابل و من وجهه نظري. رقم واحد، دي رقم واحد. رقم اتنين، جزئيه الاكتف كنترول والباسيف كنترول اللي حضرتك اعتقد فهمت السؤال غلط، احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت. انت حضرتك دلوقتي بتقارن سي ان حضرتك فكرنا احنا مع بعضينا اهو ان احنا نختار ثلاث ماتيريالز الافيلبل اللي حضرتك شرحتهم دول، وهنعمل وهنشوف الابيليتي بتاعت كل ماتيريال تو ريمينالايز دي كالسيفايد تيشو او ديمينالايز تيشو. حضرتك عندك اتجاه تاني غير الانفيترو ستادي؟ عندي انفيفو ستادي يا فندم، ان انا ابتدي يعني ما احنا لسه بنقول اهو انفيفو في فاريبلز كتير هتحكمني بعيد عن كويس؟ تمام. يبقى اصبح السبيل الوحيد المتاح لدي ان انا اقارن هذا الكلام انفيترو مش كده؟ عشان ده اللي اقدر. اسمع سؤالي للاخر لو سمحت. ستاندردايز الفاريبلز اللي حوالي مني بقدر الامكان، وحضرتك عرضت صوره لجهاز الادكس، وجهاز الادكس ده احنا يعني بيننا احنا قسم واحد، فاحنا كان لنا الشرف احنا اشتغلنا فيه من بدري دكتور خالد فاروق عبد الله تحت اشراف اساتذه الفاضل دكتور عزت ودكتور اشرف عبد، والكلام ده اشتغلنا فيه من بدري بكومباريزون بين ديفرنت ماتيريالز، وكان السبيل الوحيد ان احنا نشوف التشيز حاصل في المكان عن طريق الجهاز بتاع الادكس. لكن ما زال السؤال قائم، انا ما عنديش طريقه اخرى للتعامل مع الفاريبلز اللي موجوده غير ان انا اتعامل مع اكسبيرمنتال ستادي كويس؟ ده من وجهه نظري. مظبوط. السؤال بقى، حضرتك قلت في النص ان انا ممكن استغنى عن الكنترول جروب، ازاي بقى؟ لا يا فندم، كنترول جروب ان انا ما اخليش ان في جروب ما استخدمش. اتفضل يا فندم. اسمعني، انا ممكن فهمت انا الكلام حضرتك، يعني انت حضرتك سين انت اخترت الثلاثه ماتيريالز دول وهتقارن بينهم، تقدر تقول الديزاين هتعمله ازاي ان فيترو من غير كنترول جروب؟ من غير كنترول جروب؟ من غير كنترول جروب هتعمل ايه؟ هعمل كومباريتيف ستادي ما بين الثلاثه ماتيريال، يعني هعمل ابلكيشن للثلاثه ماتيريال او ان فيترو،
فهعمل بي اتش سايكلينج بره ده بره الاورال كافيتي طبعا لان احنا ان فيترو تمام كده، وهبتدي اعمل كومباريتيف ستادي من التي 0 لكل جروب وقد ايه الماتيريال دي افكت من تي 0 او هي ريكفر الديمينراليزيشن اللي حصل، وابتدي اعمل كومباريزون ما بينهم واني ماده هي باورفول اكتر من الثانيه. طيب انا بقول لحضرتك كلهم هيطلعوا حلوين وزي الفل. هو فعلا يا فندم يعني ساعات الريسيرشز النتيجه بتاعتها ان احنا نوصل لسيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت ديفرنس دي لوحدها ريزلت، يعني دي ريزلت انا ابتدي اخدها على الموضوع ده وريزلت بتبقى معتمده ان انا سواء في سيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت. زي ما حضراتكم طبعا علمتونا ان ساعات ان الزيرو ريزلت هي ريزلت، ان الكلام اللي احنا بنعمله ده لا هو ملوش سيجنيفيكانت ديفرنس موجود او بيحصل. يعني انا برضو فهمت السؤال، انا قصدي ان انا سيح اختار ماتيريال واحده لو ولو كامل تراي كالسيوم فوسفيت اللي حضرتك قلت عليه. تمام. انا عايز القاعده بتاعتها تو مينرالايز ديكالسيفايد تيشو ان كومباريتي ويز اذر ماتيريال. كان يا فندم في الريسنت ريسيرش كانوا دايما لما بيحبوا يعملوا حاجه زي كده كماده واحده بيقارنوه بالجولد ستاندرد زي الفلورايد، فبيبتدي يمشوا البيشنت الكنترول على روتين كنترول اورال هيجين اللي هي الاورال الهيجين العاديه ويقارنوه مع التراي كالسيوم فوسفيت على اساس ان هو نوفال ماتيريال ويبقى فيه سيجنيفيكانت ديفرنس. بس دايما لما ماتيريال من المواد دي كانوا بيعملوا معاها كومباريزون مع الفلورايد لا كان بيبقى فيه سيجنيفيكانت ديفرنس ما بينهم وبين الفلورايد. طيب عشان انا اسف اتفضل. لكن ممكن زي ما سعادتك فعلا تفضلت وقلت ان هو ما بين الماتيريال نفسها اللي هي النوفال زي الام اي بيست او النوفامين او الكلام ده هو فعلا زي ما حضرتك وضحت في الريسيرش الكتير مفيش سيجنيفيكانت ديفرنس قوي. يعني طبعا لو سعادتك تسمح لي هو احنا في الشغل اللي احنا عملنا كمان كومباريتيف مع زياده حاجات زي الزيليتون اللي هي الموديفاي الاكشن بتاع الريمينرالايزنج ماتيريال وهل ده هيبقى فيه سيجنيفيكانت ولا لا. في النتائج اللي ظهرت عندنا يا فندم كان في حاجات فيها سيجنيفيكانت ديفرنس في الهاردنس وفي ماتيريال طلع سيجنيفيكانت ديفرنس في المينرال كونتنت عن الثانيه. يعني زي ما قلت لسعادتك في ماتيريال بتبقى متميزه ان هي بتزود الهاردنس جدا، بس زي ما حضرتك تفضلت نقطه حضرتك مظبوطه طبعا يا فندم. ما انا بقول لسيادتك انت في جميع الاحوال انت بتتكلمني على انفيترو ستادي مش كده ولا انت بتتكلم راندمايز كلينيكال ترايل ولا كلينيكال ستادي؟ لا يعني انا بتكلم انفيترو وان فيفو بالحاجات اللي هي بتبتدي تعمل بيكتشر او كلر اناليسيز للصوره عن طريق البيشنت ان انا اعمل ابلكيشن وادي له فيربال وريتن حاجات يبتدي يمشي عليها وابتدي اعمل ابلكيشن دي لكذا فيزيت يعني من 3 شهور ل6 شهور ل9 شهور وانا بتابعه كل شهر وابتدي. يعني كان من الحاجات اللي كانوا بينبهوا عليها ان انت لما بتعمل ديمونستريشن للبيشنت للابلكيشن بتاعه الماتيريال دي وتخليه هو كمان يعمل ديمونستريشن قدامك يعني عشان برضو طبعا زي ما سعادتك قلت موضوع الستاندردايزيشن في الحته دي ان فيفو هو صعب جدا لكن بيحاولوا يوصلوا له بشتى طرق لكن هو في ويك بوينت طبعا يا فندم. طبعا انا يعني عشان بقول لحضرتك ما نخدش في الحديث ده كتير وانا بقول لحضرتك دي مش ويك بوينت هو ده حضرتك فايتل ويك بوينت موجوده يعني نفر ان حضرتك لا اي ستادي تو ستاندردايز البيشنتس. انا مش عارف اني عينين اللي حضرتك بتكلم عليهم دول اللي حضرتك هنعمل لهم نديهم انستراكشنز ونعمل لهم ديمو و و بتاع وبعدين كلهم على ليفل واحد ده في 60,000 فاريبل في القصه دي. عشان يعني نخرج من حديث انا يعني برضو مبسوط من اجابه حضرتك. السؤال الثاني حضرتك في النص كده قلت ان انا ممكن اتعامل مع صوره من صور الكلينيكال ستاديز regarding the demineralization او اي ماتيريال بنختبرها بان احنا نختبر البري مولر ونسيبه فوق العيان 3 شهور. اني ستاديز دي حضرتك اللي ممكن تخلي بيشنت indicated for extraction واسيبها واسيب البيشنت ده without extraction for another objective. حضرتك شفت الكلام شور؟ طبعا يعني ممكن طبعا يكون سوء فهم مني ولا حاجه لكن يعني ريسيرشز كتيره قوي كانت شغاله على موضوع الاكستراكشن وكانوا بيكستراكت البري مولر اكستراكشن بقول لحضرتك يعني انت هتسيب بري مولر موجود في بق البيشنت انديكيتد فور اكستراكشن لمده 3 شهور وبعدين نشيله عشان خاطر يعني نشتغل عليه ان فيترو. هل في حد عمل كده قدام حضرتك؟ فندم في بيبر شغاله بعد 3 شهور بس بيعملوا ابلكيشن للتوبيكال ايجنت على الفور في اثناء في الاورال كافيتي.
والعينين كانوا موافقين على الكلام ده يعني؟ هو العيانين ما يعني من هالي فندم ما بيقاش ليهم اعتراض، لان هو كده كده هو مثلا زي كلاس 2 فهو هيعمل اكستراكشن للتيمورر، فيعني اكيد كانوا مدين لايسنس على الموضوع ده. لكن هو في فندم ريسيرش، يعني انا معايا ريفرنس بيبر شغاله ان هي خلعت بعد 3 شهور من بدايه الفيكسد اورثودونتيك تريتمنت. دكتور محمود اديني فرصه اتكلم، انت بتتكلم كتير وبتكلم بسرعه. انا اسف. هل انت عندك بيبر واحده يعني قالت كده ولا كذا بيبر؟ انا احب اشوفهم بس يعني المعلومه، اصل ده لو ريفرنس اشتغل عليه. انا فندم ان شاء الله اجيب لسعادتك الريفرنس تحت امر سعادتك فندم. في ريفرنس يا دكتور فاروق. دكتور فاروق بعد اذن حضرتك بس اتدخل ثانيه، في في اي دكتور بحث او حتى الابحاث اللي على الادويه اللي بتحتاج الموافقه بتاع الايثكس كوميتي، الناس دي بتبقى موافقه ان يتجرب عليها الادويه لفتره زمنيه معينه وبتاخد فلوس مقابل ده، وهم عارفين الريسك اللي ممكن يتعرضوا له. ما انا مش ده اللي كنت اقصد وسام، طبعا انت معلومتك قيمه، لكن هي الفكره في ان انا كنت عايز اتكلم على ستاندرد بشتغل عليه انا ان فيفو، لان ده موضوع شيق اللي بيتكلم فيه دكتور محمود، ده موضوع شيق. انا عندي فرايتيز من الماتيريالز اقدر اتعامل معاها في مشكله حيويه زي ما حضرتك قلت، ومشكله اللي زي ما حضرتك قلت فاريبلز كتيره داخله زي ما حضرتك بتقول، هي الكنترول عليها صعب جدا. فانا لو قلت لو انا عندي ريفرنس او 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 بيبرز ناس اشتغلت فيها بان هم سمحوا ان يجربوا اي ماتيريال لمده تصل لثلاث شهور لعيان انديكيتد فور اكستراكشن، وجربوا اي ماتيريال ايا كان او اي ميثود بقى، مش شرط بقى ان احنا بنعمل ماركتنج للماتيريال بتاع ايا كان الميثود يعني، طب ما ده ريفرنس قوي احنا نقدر نبني عليه شغل. حضرتك حاجه بعد اذنك يا دكتور فاروق، بعد اذن حضرتك، ليه دايما احنا بنسال ان يبقى في ريفرنس او اثنين او ثلاثه؟ ليه يا فندم احنا ما نبقاش ريفرنس ويبقى الناس اللي بتدور علينا؟ اقول لك ليه يا دكتور، ان انا عشان ابقى ريفرنس لازم انشر في اندكس جورنال، وعشان انشر في جورنال محترم لازم يبقى ليا ريفرنس. تمام. يعني انا مش هينفع احنا بندور على ريفرنس عشان احنا نبقى ريفرنس بعد كده. بالظبط. يعني انا الشغل ده اشتغلته من 10 سنين ما كنتش اقدر اسيب البريمولر في بق البيشنت اكتر من شهر، وما فيش جورنال قوي قبل هذا الكلام. على فكرة يا دكتور فاروق، أنا كنت بروح مع حضرتك المعامل اللي في الجامعة علشان نودي العينات بتاعت السلايفا. تمام. فبقول لحضرتك هو دي الفكرة في سؤالي، أنا مش قصدي إن أنا أقول له دكتور محمود إن هو مثلا ما قراش أو في ريفرنس واعمل، لا أنا بقول له لو أنت موجود عندك ده مصلحة، ده حاجة كويسة. هيعرف تحت امر سعادتك فندم ان شاء الله، يعني اكون مجهز لحضرتك ريفرنس. بعد اذنك الريفرنس يا محمود يبقى حطها على الجروب المجمع بتاعنا. حاضر يا فندم. شكرا لسعد صدرك يا دكتور محمود، وسيمينار ظريف وجميل وبرزنتيشن رائع، وشكرا للدكاتره دكتور محمد سالم ودكتور وسام وبقيه القسم على التنظيم الرائع للسيمينار، وبعتذر انا طولت عن المده المسموح بها. شاكرين حضرتك جدا، شاكرين حضرتك جدا يا دكتور فاروق، ويعني فعلا المشاركة بتاعت حضرتك أفادتنا جدا جدا ومعلومات قيمة جدا. شكرا يا دكتور فاروق. أساتذتنا في حد عايز يسأل؟ مساء الخير. على مساء الخير. أهلا دكتورنا أستاذنا الدكتور أشرف عطية، إزاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا دكتور وسام؟ انا حد كان بيتكلم قبلي، انا كنت اتكلم قبل الدكتور فاروق، لكن هو والله دكتور فاروق انا قعدت انادي كذا مره، وبعدين دكتور فاروق قال لو ما حدش من اساتذتي هيسال فانا ممكن اسال. مفيش، ما عنديش مشكله في الحساسيه والكلام ده يا وسام، احنا كلنا يعني اسره واحده حبيبي، وانا دكتور مايكو منتظر وكنت منتظر وان الدكتور فاروق يتكلم قبلي، انا بحب اسمع كلام الدكتور فاروق جدا، وبصراحه يعني انا معجب بتعليقاته. انا كان ليا بس ملاحظه صغيره قوي، يعني محمود كاتب سيمينار كويس واتكلم كويس، انا موافق تماما الدكتور فاروق ان التايتل شويه اختلف عن الاتجاه، لكن حتى ما كنتش هقول خالص زي دكتور فاروق، انا كنت عايز اعلق بس للدكتور محمود
هو كاتب سيمينار كويس وده مدرس مساعد. الريفرنس اللي هو كاتبها في السيمينار طبعا مش مكتوبة صح خالص، يعني مكتوبة بشكل مش منتظم، والمفروض يا محمود انت راجل مدرس مساعد بتعرف تكتب ريفرنس وتكتبها صح، وما عرفش انت بصيت فيهم ولا لا، لكن لما بص فيهم يا حبيبي هتلاقي ان الريفرنس فيها يعني مشيت شوية كويس ومشيت شوية بشكل مختلف، ببص فيها. حتى في عندك يعني ريسيرش منشور في أسيوط في المجلة بتاعتكو بتاعت أسيوط برضو ما كتبتوش بطريقة سليمة. كان في عندك الدكتور صالح اشتغل زمان على الفلوريد ريليزنج ماتيريال، الديتيلز مش متذكرها لكن كنت أفضل إنك تاخده ريفرنس أستاذك وأستاذنا وأخونا الكبير، كنت أفضل إنك تاخده ريفرنس، لكن أنت فعلا خدت منحة في الموضوع مختلف شوية عن الديمينراليزيشن. ليه بس تعليق على الـ على على الفولنتيرز اللي بيدخلوا في الريسيرش، الاي ار بي الانستيتيوشنال ريفيو بورد مش بيدوا يعني مش بيسمحوا في الريسيرش، وجزء مهم قوي قاله الدكتور فاروق أثاره في وارجو ان كل الناس الصغيرين يعني يستفيدوا بيه، جزء الخاص بالريسيرش ديزاين عشان يبقى سليم ويبقى مظبوط. لازم ناخد بالنا من كل حاجه فيه صغيره وكبيره. الفولنتيرز يا دكتور وسام اللي بياخدوا فلوس يعني القصه دي، وكنت انت في النص وعلقت لمحمود وقلت له ما تقولش البراند نيم في السيمينار عشان ما يبقاش شكل من اشكال ادفرتايزمنت للبراند ده. علميا احنا المفروض بنتكلم دايما في الجينيريك نيم بتاع الحاجه بتاع البرودكت اللي بنشتغل بيه مش في البراند، ما نقولش البراند ما نقولوش يعني ده علميا يعني لما بيتعمل البحث على برودكت بتاع زي ما قال محمود 3M او 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 سنسوداين او حاجات زي كده، المفروض ان ده حاجه مش صحيحه في البحث ان انا استخدم التيرمز دي، لانه انا معنى ان انا بستخدم التيرم دي ان انا كاني سبونسر لحد او حد هو السبونسر بتاعي في الريسيرش وهكذا. وده موضوع يعني الديتيلز فيه كتير، ارجو ان اللي يتعامل مع حاجه زي كده يقرا كويس عنها، لانه لما هيقرا عنها هيفهم الليميتيشن بتاعتها والريستريكشنز بتاعتها. انا ما كانش ليا تعليق على السيمينار خالص غير جزئيه الريفرنس اللي كتبها الدكتور محمود. محمود السيمينار كويس وانت وانا ما اعرفكش لكن انت شخصيه جميله. الجزء برضو اللي أثاره أستاذنا الدكتور عزت الخاص بأن احنا في السيمينار احنا ما بنلتقيش وجها لوجه، السيمينار هو جزء علمي لكن احنا ما بنخرجش بره نطاق العلم، يعني لما بنعلق على أولادنا سواء في أسيوط وبنات وفي بنين برضو كله سعي للصالح وسعي أنا موافق الدكتور عزت طبعا في كلامه انه السيمينار علمي، لكن دايما احنا في السيمينار حتى لما بنكون كنا في كلية والجيل الكبير كله حاضر معانا دايما يعني احنا بنعتبر نفسنا اسم واحد وبنجتهد ان احنا نكون يعني وان هاند وان احنا نتحرك كلنا في قاطرة واحدة. فبرضو لا يخلو الامر من دايما من التعليقات كن تتشال في مونتاج او عشان الجزء العلمي او غيره، ده يعني موضوع تنظيمي ممكن انت يا وسام ما شاء الله بتقوم بيه كويس قوي يعني وبتعمله حلو قوي. برضو هرجع اقول تاني انه انا ببقى حزين قوي انه ولادنا كلهم ما حدش بيشارك في يعني، وارجو ان احنا الاساتذة بعد اذنك يا وسام ما تبتديش بينا، انا عايز الولاد الصغيرين يعني مش ممكن ما فيش واحد فينا، انا لو عملت السيمينار ده او الدكتور فاروق او الدكتور عزت او الدكتور سمير او كل اساتذتنا او كل زمايلنا او انت يا وسام او كده، ما فيش شك ما كامل الا وجه الله، يعني ما فيش شك ان هيطلع فيه
بعض يعني الحاجات يعني التعليقات زي اللي بكر قالها، لازم كل ولادنا يشاركوا. يعني فين ولادنا في المشاركة؟ يعني ولادنا مجرد أودينس، وده مش صح. السيمينار عايز مشاركة، فأرجو إن كل رئيس قسم يشدد على أولاده إنه يقروا السيمينار لزميلهم ويقروه له بقوة، ويدوروا على العلم الحلو اللي فيه، ويدوروا على نقاط الضعف اللي فيه عشان الفايدة تبقى كويسة. أولا هو كطالب اللي عمل السيمينار هيعرف القصور اللي عنده. لما أولادنا بيقروا بيزودوا الباك بون بتاعهم، بيزودوا النوليدج بتاعتهم الكويسة، بيبقوا هم كمان بيستوعبوا أكتر. يعني أنا يعني اتكلمنا في الموضوع ده كذا مرة، أرجو أنكم تاخدوا بالكم منه، وأنا شاكر ليك وأسف للإطالة. يعني شاكرين حضرتك يا دكتور أشرف جدا جدا، ونرجو من الجميع أنه يعني المدة التعليق نحاول أن احنا نلتزم بها. أنا شايف دكتور رمضان أبو شهبة، دكتور رمضان أبو شهبة رافع إيده من بدري بعد إذنكم، وكان دكتور رمضان نزل لنا يا جماعة دلوقتي على الجروب ريفرنس للريمينراليزيشن. اتفضل يا دكتور رمضان. مساء الخير على الزملاء الأعزاء وطلاب اليوم وزملاء الغد إن شاء الله. أشكركم جميعا، أشكر حضوركم، أشكر تعبكم. نبارك للدكتور إسماعيل، ربنا يوفقه وإن شاء الله فيما هو آت، ونبارك للدكتور أحمد حمام إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن الله، ربنا يوفقه إن شاء الله بالتوفيق دايما. دكتور محمود طبعا أنت الشكر كله لك. البيبر اللي أنا نزلتها ده هي كنت عايزك تستعين بيها، اللي هي بتاعت هيمن، لأن هو قدر يعمل سكاجول إن تقدر تعمل أسسمنت بريفنشن اند تريتمنت او بوست اورثومبيك تريتمنت، بحيث ان انا اقدر اعمل اسسمنت للعيان من الاول، هل هو لو ريسك ولا هاي ريسك ديمينراليزيشن، وبالتالي اقدر احط له البروتوكول بتاعه او الريجيم بتاعه اللي يقدر يظبط بيه الدنيا معاه. ده يبقى كده الاسسمنت. البريفنشن هنمشي معاه ازاي؟ الحاجات اللي ساعتك قلتها دي كلها الجميله دي كلها ما شاء الله يعني. والبوست تريتمنت اقدر اعمل فيه ايه؟ زي ما نوه عليه الدكتور ابو بكر، واحدث حاجه الناس بتشتغل عليها دلوقتي اللي هي الايكون. يعني يا ريت لو تعيد الصياغه تاني، تهتم بالسيمينار زي ما الدكتور اشرف بيه قال لك عليها، لان طبعا دي بتبقى حاجه مش 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 طيبه. وشكرا لكم جميعا، وشكرا لك يا دكتور محمود تاني، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور رمضان، شكرين لحضرتك جدا. أستاذنا الدكتور عز ببركات كان عايز يقول كلمة، تفضل يا دكتور عز. شكرا يا وسام على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه ده، وبشكر محمود. يعني إذا مهما كان مفيش أي عمل أبدا بيبقى كامل متكامل، لكن أنا معجب بيه بإلقاء السيمينار وبترتيب الناس اللي اتكلموا. أبو بكر برضو بشكره على أنه أثار نقطة الأيكون، وأنا حضرت رسالة أو مش حضرت يعني ناقشت رسالة من حوالي شهر ونصف في المنيا، كانت عن الأيكون، وكان معايا الرجل الخلوق الدكتور فاروق الرئيس بتاعنا، وناقشنا الرسالة دي هناك في جامعة المنيا من حوالي شهر ونصف تقريبا، وكان بيشتغل على الأيكون. طبعا الدكتور فاروق قال كل ما يعني يخطر ولا يخطر على بالي إن أنا أقوله، فأنا بشكره على المداخلة بتاعته، ولأنه دايما بيبقى حامي. يعني يا دكتور فاروق دايما كده انت دايما حامي، دايما عارف حامي في العلم يعني، فيعني رفقا بالايه بالناس الحلوين دول اللي هم يا فندم. العفو يا فندم، انا يا فندم انا متشكر على الكلمتين دول، بس اصل كنت لسه واكل كشري حضرتك، فيمكن عشان كده. طب كنت عايزني، كنت عايزني معاك يا اخي، كنت عايزني معاك ربنا يخليك. وانت عارف الرساله اللي حضرناها اللي عملناها هناك في المنيا من حوالي شهر ونص كانت على الايكون، وكان هو طبعا الطالب عمل على البوبين تيس واشتغل عليها، وكانت رساله حلوه برضو وجميله. وكويس ان انا مبسوط قوي ان ابو بكر نبه للنقطه دي، راجل قاري وفاهم، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. ولا تعليق ليا اكتر من اللي قاله الدكتور فاروق. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور عزت، متشكرين لحضرتك جدا جدا.
شكرينا دكتور عزت. كان دكتور محمد سالم عنده كلمة، اتفضل دكتور محمد سالم. هاي اتفضل. هو نفس الكلام طبعا اللي بيتكلم اللي قاله استاذنا فضيلة النائب دكتور اشرف بيه. الشباب في سواء عندنا او في البنات او هنا، الشباب فين يا جماعه؟ ده احنا نازلين السيمينار قبلها باسبوع عشان خاطر الناس تقرا والناس تعمل ديسكشن مع الراجل اللي بيعمل برزنتيشن. فين حد من البنات ليه سؤال للدكتور محمود بسيوني؟ لو حد يا جماعه ليه سؤال من الزملاء والناس اللي طلبت الدراسات العليا بنين او بنات او اسيوط من الناس الصغيره، لو حد عايز يسال يرفع ايده عشان ناخد دور. بمدينتنا بالبنين المواد البنات، حد من الماستر او الدكتوراه عايز يناقش الدكتور محمود ياسيني في حاجه؟ طيب هو واضح ان الناس كلها خايفه ومرعوبه انها تدخل تسال لحسن تتسلخ هي، فاحنا عايزين نطمنهم يا جماعه عادي لو اتسلختوا مفيش مشكله، انتوا ما شفتوش اللي كان بيجرى لنا زمان، فعادي ما تخافوش ادخلوا واسالوا. في حد من عندنا من اسيوط يا شباب عايز يتكلم في الموضوع؟ طيب في حد رفع ايده، بكر حماده. بكر حماده اتفضل يا بكر بعد اذنك يا دكتور محمد، اتفضل يا بكر. أنا بسأل دكتور محمود بالنسبة للكلينيكال أبليكيشن، يعني هل أنا بحدد من عرفنا بنفسك يا بكر بعد إذنك. طبيب أبو بكر محمد، طالب ماجستير أسنان أسيوط. تمام اتفضل اسأل. يعني أنا كأرثودونتست في الأول خالص بحدد الكيرز إندكس بتاع البيشنت اللي على أساسه اشتغل بفلورايد او بريمينرالايزنج ايجنت كبروفلاكتيك، ولا يعني بحدد الدوز قد ايه؟ هل بيبقى ايوه هو ده اللي انت بتسيره ده يا بكر، اللي كان اثره دلوقتي دكتور رمضان ان هو نزل البيبر الريفرنس ده مشكورا على الجروب، ان هو ان انت لازم بتحدد من الاول اي نوع هتستخدمه علشان تقدر تحط البيشنت في الكاتيجوري بتاعته. ولو عايز ترد يا دكتور محمود اتفضل. لا تحت امرك يا فندم، هو مظبوط الكيرز اندكس ده موجود جزء برضه من شغلنا وكل حاجه، لكن احنا غالبا كنا بنبتدي السيرش ده كنا بنبتدي ان احنا بنقيس تي زيرو لكل السنين، يعني احنا بنبتدي خالص وابتدي على اساسها اشوف التشنج اللي حصل. الكاتوبيكال ايجن هي يعني تيست والكلام ده بيبقى بسيط جدا، هي بتبقى غالبا افيلابل اكتر من الانواع، لكن طبعا موضوع الريسيرش كتير زي ايه. ايوه مين تاني؟ في دكتوره ساره. دكتور بكر حماده عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا دكتور وسام، شكرا. طيب بعد اذنك نزل ايدك. دكتوره ساره اتفضلي. يا دكتوره ساره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذنكم اي حد يا جماعه من زمايلنا اللي عايز يسال يعرف بنفسه الاول، اتفضلي. دكتوره ساره طالبه ماجستير في كليه البنات جامعه الازهر، اتفضلي. تقويم. هو أنا كنت شفت حالة إن هي كانت عملت تقويم وبعد سنة، يعني أنا شفتها بعد سنة كانت كل أسنانها وايت سبوت، وكانت يعني تقريبا كل الأنتيريور تيس بما فيهم البري مولر حصل لهم وايت ليجن، ويعني وبقى فيهم ليجن يعني كافيتي باين. فهل في هذه الحالة ينفع ليها فلورايد سيشن، ولا دي هتبقى بقى فينير أو كراون أو كده؟ دكتورة سارة انت كده حكمتي على الحالة من الآخر، احنا ما نعرفش بقى هي كانت بتتبع أورال هيجين ميجرز ولا لأ، احنا كده جينا لها من الآخر، فكده هيبقى حلها زي ما اتكلم من شوية دكتور أبو بكر ان احنا هندخل في جزء بقى ريمينالايزنج وجزء تجميلي. هو بعد إذن حضرتك دكتور وسام، طبعا برضو يعني ردا على دكتورة سارة، هو دكتورة سارة ايه
احنا وصلنا للديمينرالايزد ليجن او الوايت سبوت ليجن لايه؟ للفرانك كافيتيشن. هم الكافيتيشن اللي بيحصل بعد الوايت سبوت ليجن غالبا بيسموه الفرانك كافيتيشن. فاحنا لو وصلنا للفرانك كافيتيشن، لا انا هبتدي اعمل انترفنشن زي ما قلنا بريستراتيك ماتيريال بايا كان. لكن لو ما وصلناش لكافيتيشن او الاجزاء اللي ما وصلناش فيها الكافيتيشن، احنا ممكن نعمل فيها ابلكيشن للنوفل ماتيريال، ودي كانت ميزتها ان هي بتعمل ريبير، مش هنعمل فلورايد، لكن هي بتعمل ريبير لاوريدي الديمينرالايزد وايت سبوت ليجن، لكن برضو قبل ما توصل للكافيتيشن. هي هنا دكتور محمود بعد اذنك، انت بتقول هتعمل ريبير، طيب معنى كده الريبير ماشي ان احنا هنوصل لهارد انامل او انامل فيه هاردنس، لكن ستيل هيفضل فيه سبوتس موجوده، يعني استيتيكالي مش هيبقى كويس. برضه هنحتاج ان احنا نعمل فينيرز. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، ما دام وصلت لبقت دي مينرالايزد او كومبليت دي مينرالايزد. لا، حتى لو حصل لها ري مينرالايزيشن، هل هيرجع الانامل بلونه الطبيعي زي باقي السيرفيس؟ ده according to the degree of demineralization اللي وصلنا لها، لكن هي بتقدر ترجع شوية لحد ما أو لديجري معينة بتبتدي تحدد. لكن يبقى معنى كده إن في الأنتيريورز لو ابتدى حصل فيها، بالذات في الأنتيريورز، لازم هنضطر نعمل حاجة كوزموتكس. كوزموتك، أو مدام وصلنا للكافيتيشن أو demineralization. تمام. دكتورة سارة عندك سؤال تاني؟ لا، شكرا شكرا يا دكتورة. طيب عفوا، من فضلك نزلي إيديكي وقفلي المايك. حاضر. في حد من أساتذتنا عنده أي سؤال تاني؟ حد من زمايلنا؟ حد من الطلبة؟ السلام عليكم دكتور وسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صالح، أهلا وسهلا بحضرتك. أولا ألف شكر للدكتور محمود ياباسيوني على البريزنتيشن الشيقة دي، والموضوع ده بسم الله ما شاء الله، يعني كلنا بيتقابلنا وكلنا ممكن يحصل لنا مشاكل مع العيانين، خصوصا لما يكون عيان بادئ أورال هيجين. ومن ضمن المشاكل الكبيرة خالص ان انت لما تشتغل العيان لو اي وايت سبوت حصلت له بعد العلاج، يعني هو بالنسبة له عايز يصلح اسنانه وفي نفس الوقت في الاخر يبقى شكلها كويس ومبقاش فيه اي كيرز. فالموضوع ده شيق جدا وبيلمسنا كلنا جميعا، واحنا شاكر جدا ان انتوا تطرقتوا له يعني. والبرزنتيشن بتاعته كانت كويسه جدا وبناءه ولسه في كلام كتير في الموضوع ده يتعامل، بس هو قدمه بطريقة شيقة وطريقة مختصرة وأنا شكر جدا لك يا دكتور محمود بسيوني، وأشكر كل أساتذتي الكرام على المداخلة بتاعتهم وعلى اقتراحاتهم البناءة. ألف شكر لسعادتك يا فندم، الفضل يرجع لحضرتك. شاكرين حضرتك، شاكرين حضرتك جدا يا دكتور صالح، شاكرين حضرتك جدا. لا صراحة أنا كنت عملته من سنة كام، عملته من سنة يعني حاجة 94-95 لو إن شاء الله نفتكر، كنا بنتكلم على الفورولايد ريزينج ماتيريال اللي احنا ممكن نستخدمها في البوندي بتاع البراكت. 97 يا دكتور صالح، 97. اهلا دكتور اشرف، اهلا بيك. يا حبيبي 97، اهلا 97، كنت عامله سنه 97. ما انا عشان كده يا دكتور بقول فعلا لو احنا جمعنا الرسائل كلها وعملناها، انا على استعداد ان اعمل لها ديجيتال لايبراري ونقدر نوصل لها كلنا، فدي حاجه انا اتعهد ان انا ابقى مسؤول عنها، وان شاء الله اقدر اجمع الرسائل كلها في صوره ديجيتال وتبقى متاحه للناس كلها كريفرنسز، زي ما اقترح قبل كده دكتور أشرف ودكتور فاروق ودكتور عزت ودكتور محمد سالم. إن شاء الله نوصل إن إحنا نعمل كده بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله يا دكتور وسام، إن شاء الله. شاكرين حضرتك جدا جدا يا دكتور صالح. شكرا حبيبي.
في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال تاني؟ ولا نكتفي بهذا القدر النهاردة؟ دكتورة آية السيد رفع أيديها، اتفضلي يا دكتورة. أنا أيوة يا دكتور، عرفي بنفسك بعد إذنك. أنا آية السيد، معيدة في قسم التقويم في جامعة الأزهر بنات. تمام، اتفضلي يا دكتور. هو بس سؤالي دكتور محمد، هو يعني أنا لما عملت سيرش على الـ evidence، دكتور محمود بسيوني قصدك؟ أهو دكتور محمود. فيعني اللي وصلت له أو اللي لقيته كانوا two articles، والاثنين كانوا بيتكلموا على إن هو ما فيش reliable evidence about the effectiveness بتاع remineralizing agent. أيوة، ما هو الكلام ده قاله دكتور محمود، قال إن لسه ما فيش evidence قوي في الموضوع. إحنا مواضيع كتير لسه ما فيهاش evidence، بس مش معنى كده إن إحنا ما ناخدهاش في الاعتبار. هو الإيفيدنس بيدي قوة جديدة للموضوع، لكن إحنا ستيل عندنا مواضيع كتير في كل مجالات الطب، مش في طب الأسنان بس، ما فيهاش إيفيدنس. الإيفيدنس بيس ده يعتبر حاجة مستحدثة، ولسه هياخد عشرات السنين عشان نقدر نعتمد عليه لوحده في شغلنا. اتفضلي يا دكتورة آية. تمام يا دكتور، هو بس يعني مش عارفة، في أغلب السيمينارات كان في الفترة اللي هي فاتت كان في سيمينارات اتعملت تبع برضو الأزهر وكده، فكان أغلب الانترناشنال ليكتشرز اللي كانوا بيتكلموا فيها كانوا بيبقوا حريصين جدا على إن هم يجيبوا الإيفيدنس قبل ما يبدأوا يتكلموا على الكلينيكال إكسبيرينس بتاعتهم. تمام، مظبوط. إحنا كده يبقى لازم نحط خطة إن إحنا ما نختارش مواضيع إلا اللي عليها إيفيدنس بيزد، ودي هتضيق الاختيارات جدا، لكن دي ممكن نخليها في الاعتبار ان احنا لو حطينا كده هنضيق الاختيارات جدا. احنا ممكن نقول يا جماعه ما حدش هيعمل سيمينار الا في حاجه عليها ايفيدنس بيست، وهيبقى معنى كده ان الكلام منتهي، ان احنا بنقول كذا دي عليها ايفيدنس خلاص، يبقى احنا يعتبر ما فيش فيها مجال للنقاش. لكن طبعا احنا بنفتح الباب لو حاجه فيها ايفيدنس بيست او حاجه لسه ما فيهاش ايفيدنس بيست، ان هي ان احنا نبقى على درايه بيها. طبعا خلصت أسئلتك يا دكتورة آية؟ تمام يا دكتور، مثل حضرتك. تمام، في حد من أساتذتنا أو حد من زمايلنا عنده أي سؤال تاني؟ تمام يا جماعة، كده أقدر أقول إن إحنا إن شاء الله ننهي السيمينار النهاردة، وبإذن الله أي حد اتأخر عن دخول السيمينار أو ما حضرش السيمينار لأي عذر، بإذن الله النهاردة أو بكرة بالكتير هيكون الرابط بتاع السيمينار على قناتنا على اليوتيوب موجود على الجروب بتاعنا بتاع الواتساب إن شاء الله. وعذرا أنا بعتذر عشان السيمينار اللي فات اتأخر في نزول الرابط بتاعه، وأنا بعتذر إن أنا ما حضرتش السيمينار اللي فات لظروف طارئة، وإن شاء الله السيمينار المرة دي هيتعمل له المونتاج بإذن الله بأقصى سرعة، وينزل الرابط بتاعه علشان الناس كلها اللي اتأخرت أو ما دخلتش تقدر تشوفه. وأنا عايز أقول إن بفضل الله السيمينارات اللي عملناها قبل كده الناس ابتدت تدخل حتى من بره الجامعة، ابتدوا يدخلوا وابتدوا يشوفوا السيمينارات بتاعتنا، وبتجيلي تعليقات وأنا متابع الموضوع. فالحمد لله السيمينارات اللي احنا بنعملها بتاع تقويم الأسنان، أنا حتى بنزل الرابط بتاعها على الجروب بتاع أعضاء هيئة التدريس بتاع الكلية، والناس مبسوطة جدا جدا من التجربة، وفعلا يعني هي فخر لينا جميعا إن احنا بايونير في الموضوع ده. وبشكر أساتذتي جميعا، وإن شاء الله في انتظار السيمينار القادم يوم الأربع بإذن الله، وهيكون الدور على قسم تقويم الأسنان بنين القاهرة. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.